ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل بط، هنعمل بط بطريقه جديده، وكمان هنطلع شوربه من غير ولا نقطه ميه. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا احنا عملنا طريقه البط الحلوه دي ازاي، بجد طعم وريحه خيال. خليكم معايا. بطايه هنعملها بطريقه حلوه قوي وسهله جدا ومش هتاخد مننا شغل كتير. تعالوا نشوف بقى كده، ادي البطايه انا قطعتها. تعالوا بقى نشوف التوابل اللي احنا هنستخدمها. معايا ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، وبصل باودر، كلها معالق صغيره، طبعا الملح على حسب الرغبه. الخضار اللي هستخدمه في تتبيل البطاية برضو، معايا بصلاية كبيرة متقطعة شرايح، معايا طماطمتين متقطعين شرايح او مكعبات، معايا قرن فلفل رومي برضو متقطع صغير التقطيعة زي ما تحب. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بولة او طبق كبير وهحط فيه الخضار، الطماطم والبصل والفلفل، هنزل عليهم كمان بالتوابل. كل المقادير هتبقوها في صندوق الوصف، احنا كنا عملنا البط بكذا طريقة قبل كده، هحط لكم برضو الطرق اللي احنا عملناها في صندوق الوصف. وهبتدي بقى ان انا ادعك الخضار مع التوابل بحيث ادبل شوية الخضار بتاعي. دعكت الخضار بالتوابل زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ان انا اجيب البطاية بتاعتي غسلاها كويس ومصفياها، وهبتدي ان انا احطها في التتبيله اللي فيها الخضار، وابتدي كمان ادعك في البطايه بالخضار بتاعي كده، وادخل كمان ما بين الجلد واللحم. هعمل كده في كل البطايه، هدعكها كويس بالخضار بتاعي زي ما وريتكم. تبلت البطايه بالخضار والتوابل اللي هسيب لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف، ودخلت كمان التتبيله ما بين الجلد واللحم. هسيب البطايه في التتبيله دي اقل حاجه ساعتين، عايزين تسيبوها تبيت في التتبيله دي ساعتين ثلاثه. كل ما طبعا هتسيبوها في التتبيله هيبقى طعمها حلو جدا ومختلف جدا. التتبيل عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، كمان لما بندعكها بايدينا كده فبتطلع كمان ريحه، والخضار بيدبل معايا فبتبقى فعلا خطيره. انا هسيبها في التتبيله زي ما قلت لكم اقل حاجه ساعتين، وبعدين نرجع نكمل ونشوف هنسويها ازاي. ادي البط بتاعنا بعد ما سبناه في التتبيله، تقدروا تسيبوه اقل حاجه ساعتين، تقدروا تبيتوه كمان. تعالوا بقى نشوف هنسويه ازاي. معايا دي الجريل، كنت عملت لكم عليها ريفيو قبل كده، استخدمناها في كذا وصفه. تعالوا بقى نحط البطايه بتاعتنا من غير اي دهون، من غير اي ميه، ونحطها كده في الجريله بتاعتنا او في الحله او في صينيه، نرصها كده ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين انا حطيتها اهو في الجريله، ونزلت عليها كل الخضار وكل التتبيله اللي كانت عليها. دلوقتي انا هقفل الجريل بتاعي، بروح احط الجريل على البوتاجاز ونشوف هنكمل ازاي. عليت النار وحطيت الجريل على البوتاجاز وهسيبه مقفول كده، وده بيبقى محكم الغلق كويس جدا، ما حطيناش ميه، ما حطيناش اي ماده دهنيه، نص ساعه ونفتح حله. نشوف بقى البطايه بتاعتنا بعد نص ساعه وهي محطوطه في الجريل من غير اي مادة دهنية، نفتح عليها كده وهنشوف ان هي نزلت سوائل كتير قوي، فكده احنا مش محتاجين ان احنا نزود مية او حاجة. هنسيبها بقى ونوطي عليها لغاية ما تستوي تماما، مش هنزود اي مية ولا اي مادة دهنية. انا هقفل عليها تاني اهو وهرجع لها بقى لما تستوي. نشوف بقى كده البط معانا استوى وبقى دايب خالص، بصوا اهو بالسكينة مستوي خالص ومهري جدا. هجيب بقى صينية
وزي ما قلت لكم اهو ما حطيناش ميه خالص، فيها شوربه. هبتدي بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي، هشيل التتبيله كده اللي على البطايه، وابتدي ان انا اخد البط واحطه في الصينيه وادخله تحت الشوايه. نخلي بالنا هدخله تحت الشوايه ياخد لون ونطلعه علشان نقدمه. ادي البطايه اهي خلاص طلعتها في الصينيه، هحطها تحت الشوايه تتحمر شويه، وهنا زي ما قلت لكم الشوربه او الدسم اللي نزل منها من غير ما نحط ولا نقطه ميه فيها. هبتدي ان انا بقى اصفيه من الخضار اللي انا كنت حاطاه فيه، ونقدر كمان نستخدم الشوربه اللي نزلت دي في ان احنا نسقي بيها محشي. تقدروا تخفوها وتستخدموها في ان انتوا تعملوا بيها اي اكل انتوا تحبوه. وكده يبقى طلعنا شوربة مكثفة او شوربة دسمة او مركزة من غير ما نحط ولا نقطة مية مع البط. هدخل البط يتحمر واوريه لكم. وادي البط بتاعنا اهو بعد ما حطيته تحت الشوايه يدوب اخد لون، وادي كمان الشوربه المركزه زي ما قلت لكم نقدر نخفها ونسقي بيها محشي او نعمل بيها اي اكل انت تحبه. دي كانت طريقه بط مختلفه، عملنا شوربه من غير ولا نقطه ميه. اتمنى تكون الفيديو سهل وبسيط وسريع بالنسبه لكم وتنفذوه، واستنوني بفيديو جديد. باي باي.